والآن في فقرتنا صحة وعافية نستضيف لأول مرة الصيدلانية الدكتورة روزيا. أهلا وسهلا بك روزيا. أهلا وسهلا بك ست رقية، يعني كل سعيدة باستضافتكم إلي اليوم. يا أهلا وسهلا. اليوم راح نتكلم في موضوع في غاية الأهمية، وهو الفرق بين العلاجات التجميلية والعلاجات الطبية. أي نعم. فاليوم خلينا نوضح هذا الموضوع. هذا الموضوع جدا مهم، لأنه هواي ناس تجهل الفرق بين التجميلي، وإذا عندهم هم مشكلة صحية لازم تتعالج طبيا. نعم. بالأدوية بعلاجات ثانية. خلينا نأخذ مثال على البشرة. نعم. يعني أي مشكلة بشرة رأسا الناس تتجه خلينا نروح نسوي ليزر، خلينا نسوي فتشي أبرة فلانشي مثلا كلف للتبييض. أريد أوضح كم نقطة وأعطي أمثلة بسيطة. خلينا نقول مثلا الفرق بين الكلف والنمش، يعني مو كل التصبغات تتعالج بالليزر، مو كل التصبغات تتعالج بالكلينكس، لا. الكلف ما يتعالج أبدا بالليزر، يتعالج فقط بالكريمات العلاجية. الكلف. بينما النمش ما يتعالج بالكريمات، النمش يحتاج لجلسة جلستين أو حسب الحالة ماكسيموم 3-4 ويروح نهائيا. نعم. او اذا رجع ممكن نرجع نكرر الجلسه. نعم. شغلات ثانيه مثل اثار حب الشباب خلينا نقول. نعم. عمرها ما راحت بالليزر، لازم كريمات تقشير معينه، نسب معينه. نعم. فتره معينه حتى تروح. نعم. يعني هوايه شغلات مثل يعني اللي تقصديه دكتوره روز انه الامراض الجلديه ما تتعالج بالعلاجات التجميليه، مو كلها. يعني مو كلها، يعني يراد لها متابعه اول من طبيب جلدي اول مره بالضبط. الدرجه الاولى بالضبط. بعدين يشوفه الشم صح ويروح بعدين ذلك الى العلاجات التجميليه. هي احيانا قد تكون مكمله، اي تكون مكمله ممكن اذا مثلا خلينا نقول عالجتي الكلف وشفتي عندك مثلا نظاره ماكو. نعم. ممكن تلجئين يعني مثلا ليزر كربوني باقي الشغلات. نعم. بس كمشكله اساسيه مثل الكلف لا ما تنحل بهيك شيء. نعم. ويعني حتى الشيء المهم اللي لازم الناس تعرفه. نعم. العلاج والفتره الزمنيه وطريقه استخدامه. نعم. يعني انت اذا استخدمتي العلاج بطريقه غلط يوم اي يوم لا، او الفتره الزمنيه هي 3 اشهر تستخدميها شهر. نعم. تقولين ما خلاص. نعم. لا هذا شيء ما ينفع، يعني اكيد راح يصير خلل بالموضوع. هي دكتوره دائما احنا نلجا الى الحلول السريعه، نريد حل سريع، وخاصة أنت حضرتك ذكرتي بمسألة الكلف. طبعا. الكلف يعني حسب علمي إنه يأخذ يعني من خلال كل اللي استضافيناهم في الظهيرة ومن خلال ما نقرأ إنه يراد لوقت طويل. بالضبط صح. يعني مو فقط إنه شهر وشهرين. لا لا. العلاجات تكون يعني طويلة الأمد. صحيح. يعني أنا ناصحة بالبروفايل مالتي بالحساب مالتي دائما أقول الخلطة الثلاثية هي للكلف، ومينيمم 3 أشهر إلى 6، ممكن مرات تصير سنة حسب الحالة. يعني إذا كان الكلف جدا عالي ممكن يطول 9 أشهر سنة. بس هو أقل شيء لازم 3 أشهر، ولازم الواحد يصبر على هذا الشيء. وفي أنواع من الكلف صح؟ أنواع بالضبط. يعني مراحل. يعني مراحل. شنو أصعب مرحلة؟ هي المرحلة اللي تكون الكلف يعني تقريبا مالي الوجه، وتكون الدارك سبوتس بها. يعني مو الكلف الخفيف اللي ممكن يتغطى بالميك اب وشيء. وكلف الحمل؟ كلف الحمل كلف عادة كلف الحمل يروح بعد الحمل. نعم. وإذا ما راح حمينا الخلطة الثلاثية هي يعني 3 أشهر إلى 6 أشهر ماكسيموم ممكن توخرها. يعني هذه نقطة مهمة وضحتيها. طيب قلت لي على الخلطة، شنو الخلطة؟ الخلطة الثلاثية. أنت تنصحين بها لأي نوع من أنواع الكلف؟ يعني إحنا أخذنا الكلف على سبيل المثال. مثال إيه. أي ينصح لأي نوع من أنواع الكلف؟ هي عبارة عن 3 كريمات، كريم مقشر وكريم كورتيزون خفيف نسبة جدا خفيفة، والهيدروكوينون الكريم المفتح. نسبهم تكون يعني مناسبة خفيفة. تستخدم تدرج أول شيء أول أسبوعين كل 3 أيام مرة، لأنه هي تناسب كل أنواع البشرة في حال مشيتوا على النصيحة. يعني التدرج مالتها كل 3 أيام مرة أول أسبوعين، بعدين بين يوم ويوم، ثاني أسبوعين، بعدين تبلشون كل يوم ورا بعض. يعني هي بينها خطوات لازم واحد يتبعها. بالضبط. اذا تبعت الخطوات الغلط يعني هوايه ناس يجون يقولون نتيجة عكسية تكون لو شنو؟ عكسية جدا، يعني اسمرار يصير، حساسية تصير. ناس هواي انا بالخلطه انصح انه اول شيء ما تنخلط. يعني يجون يقولوا لي دكتوره ما نشوف نتيجه، صار لنا شهر ونص شهرين. زين انتم اذا تخلطوها اذا نخلطها؟ لا ما تنخلط. يعني لحد ما ينشف الكريم الاول والثاني والثالث. خلي نشرحها بالتفصيل. زين جت ردود فعل ايجابيه على استخدامه؟ كلش هوايه بنسبه يعني 95% ردود ايجابيه. الباقي السلبيه كان الاستخدام الخاطئ. استخدام اول كريم شنو نخليه؟ ما تفرق، بس أنا أفضل إنه ينحط الكورتيزون أول شيء. أول شيء نسبة قليلة للكورتيزون. كلش قليلة، يعني 1%.
إذا بس على الوجه، على الإيدين، على الرجلين؟ على كل أنحاء الجسم عدا منطقة حول العين، جدا مهم طبعا، ومنطقة حول الشفة والشفة والمناطق الحساسة لا تستخدم لها. إذا أوكي، فإذا أول طبقة تكون من واحد من الكريم اللي الكورتيزون، بس عادي تقدرون تستخدمون أي بس كريم، بس طبقة خفيفة يعني مو زيادة، لأنه أقل من حبة الحمص يعني حجمها، لأنه البعض يعني يظن انه كل ما استخدم كميه يعني هي اللي لا، انه ناخذ مثل ما قلت حبه الحمص وبعدين ننتظر ايش قد دقيقتين ثلاثه لحد ما تمتص البشره، ونحط الثاني الكريم مثلا خلينا نقول الاكريتين اللي هو المقشر، نعم، وبعدين ينشف ونحط الهيدروكوينون يعني نفس الطريقه. اي نفس الطريقه. وهي الى ايش قد حتى يحصل نتيجه يعني لا باس بها؟ اقل شيء 3 اشهر، مو اقل من هيك. واستخدامها مثل ما قلتي انه بالبدايه اكو خطه للاستخدام. اي خطه اول شيء الخطه حتى لازم مهم جدا حتى البشره ما تتحسس. اول اسبوعين كل 3 ايام مره، نعم، ثاني اسبوعين بين يوم ويوم، وبعدها الشهرين الباقي او وات ايفر كل يوم بالليل تنحط، وضروري جدا واقي الشمس وياها، لانه هي تخلي يعني البشره حساسه للشمس شويه. طيب. وكل انواع البشره؟ كل انواع البشره، كل انواع البشره، بس اذا استخدمت التدرج اللي حكيت عليه حتى ما تتحسس البشره. طيب انت قديش حساب فتحتيه بالانستا حتى تقدمين مثل هذه النصائح الطبيه؟ شلون شفتي وعي الناس؟ شلون شفتي تفاعلهم؟ التفاعل يعني اول ما يعني فكرت افتح الحساب ونزلت اول شيء الخلطه الثلاثيه، كان شفت التفاعل جدا جيد، يعني الناس تحسيها متعطشه لهيك نوع من الوعي يعني. نعم. هوايه مشاكل بشره عندهم، فكانت يعني اغلبها ايجابيه، ويعني ناس بلشوا وياي من البدايه ولهسه يدزوا لي نتائج انه كلش مستفادين من الموضوع، فهذا الشيء شجعني اني استمر وانزل اكثر واكثر شغلات توعويه، يعني مو شرط بالبشره، هواي شغلات، لانه انا تخصصي عام يعني صيدله، فالشغلات الاوفر ذا كاونتر اكثر شيء ما تحتاج وصفه طبيه احب اشرح عنها. اللي تحتاج وصفه طبيه افضل انه الدكتور هو اللي يشرح عنها، لانه هذا الشيء ولازم يشوف الحاله بالضبط. تصلج فيديوهات يعني وصل انه التفاعل وياك انه تنزلش فيديوهات ويشوفون؟ ايه. تشوفي هذا انت مثل ما قلتي انه احيانا لازم معاينه طبيه. بالضبط. ايه. انا اصلا مني يسالوني على الخاص مستحيل اقبل اني انطيهم دواء اذا ما اقول لهم دزوا لي صوره للحاله، دزوا لي مثلا اريد اشوف الحبوب مالتكم لوين واصله، يعني الحبوب خلينا نقول مثلا 3 ستيجز. نعم. اول مرحله اي بالضبط، اول مرحله، ثانيه، ثالثه، فاشوف وانطي على اساسها. بس اني الاشياء اللي تحتاج وصفه طبيه ما احب اني اتدخل بها. طبعا لازم واحد يكون حذر خاصه فيها. الدقيقه الفيديو اتصور تكفي تقدمين بها معلومه لو تسويها على شكل مراحل؟ هو كل الصعب اني الخص موضوع مهم بدقيقه. نعم. بس انا اذا احاول انطي موضوع مركز. نعم. ومهم وبطريقه سلسه بهاي الدقيقه. نعم. يعني كلش مركز يكون الموضوع، تناسب جميع يعني الفئات الدراسيه والعقليه، فيعني حاليا ناجح ويا الموضوع. يعني احاول اختصر. حلو، فكرتي يعني ما تسوي حساب شخصي وانما حساب للناس تستفاد والناس تستفاد، وانه يكون هذا التفاعل حلو. طيب بصراحه التفاعل من بدايه الصفحه الى الحد الان شو بدي اشوف فيه؟ دا يزيدون، اكو تفاعل حقيقي، اكو رسائل زادت، نقصت، مواضيع فتحوا وياك جديده؟ اي سلامتك، الف سلامه، هي شويه يعني ماخذه بلد كانت. بالضبط. اي فالتفاعل رائع طبعا، بس دا احس العالم هالايام يعني شويه ناخذ فاصل؟ فاصل لانه اريد اشرب مي. لو سمحت ناخذ فاصل. ونرجع دكتورة روز، سلامات، الف سلامة. الله يسلمك، سوري مو مسم الفلو. لا معذورة عزيزتي، معذورة. طيب كنا نتكلم عن حسابك اللي يقدم نصائح طبية للناس، وتحدثنا عن التفاعل. التفاعل بالبداية كان جدا ممتاز، آخر فترة حتى البارحة حكيت بهذا الموضوع، التفاعل جدا قل. الناس مو كل الناس، معظمهم يفكرون انه أنا من أنطي لايك أو أكتب كومنت هذا الشيء أنت دورين لايكات أو كومنتات، لا. أنا من أقدم فكرة، خلينا ننطي مثال بسيط. أنا دزيت لك رسالة على الواتساب أو الإنستغرام وأنت شايلة السين ما أقدر أشوفها. دزيت لك نصيحة أنا بخاطري أنك تشوفيها يعني. نعم. فانت قراتيها وما رديتي، في حال انك
ما رديت انا شلون راح اعرف انه وصلت نصيحتك؟ ما يصير عندي فضول بداخلي او طبعا إيه استفادت او لا بالضبط أو بس انت ما راح يدخل بجيبك شيء بالاخير يعني اذا عرفتي انا قريتها او لا. فهاي الفكره انه من توصل الفكره لازم تدوسون لايك حتى تعرفون او تكتبون كومنت انه اني فلان شيء عندي فلان كيس يصير اخذ هيك تناقشون الحاله وياه. غلط اللي يقول اني متابعه بصمت، هذا شيء قمه الغلط لانه متابعه بصمت اي متابعه بصمت مراقبه بصمت يعني احنا مو عبد مامور حتى اني اشوف واطبق من دون ما اناقش مأثره بيش هاي الشغله وخاصه انت تقدمين نصائح طبيه يعني انت ما تقدمين وصفات يعني اكل مثلا او شيء او اي شيء يعني ممكن انه انت من اللايك راح تحصلين شيء او لا ما راح يدخل بس انه اشاره انه هم دا يتفاعلون وياك مستفيدين بالضبط انه وصلتنا الفكره انه اني موجود شوي حسيت ب ضجتي يعني ضجت ايه يعني حسيت انه انا دا اكلم روحي بالاخير فئه قليله جدا اللي هي يعني تحط اللايك او شيء هذا الشيء ما حسيته حلو يعني يعني اجى على بالك تطلقيها البارحه اجى بس خطيه اكو ناس جدا يعني اثرت بي ناس راقيه ومحترمه ومثقفه قلت والله على مودهم يفداهم الف حساب لا ابقي وعلى مودهم انت مو بس انت والله الكل من هذا الشيء يعني تقولين مرات واحد هيك يمر بصمت يراقب بصمت لا اذا عاجبك ما عاجبك خلينا عزيزتي طيب ان شاء الله متابعيك يزيدون ويستفادون من النصائح اللي تقدميها اليوم احنا داخلين على شتاء وبعض احنا الشتاء شويه يتاخر عندنا بس كثير مناطق بالفعل هم يعني شتاء عندهم وبارده فهنا تبدي مرحله العلاجات بالتقشير تنصحيهم اهم شيء انهم يستخدمون التقشير الليلي كعاده مثل الدفرين كريم الدفرين هذا الكريم جدا مهم اللي فيه فيتامين كريم الدفرين. الدفرين اكو جل واكو كريم نبلش بالكريم الجل شويه قوي على البشره فاذا خلينا روتين يومي نستخدمه كل يوم بالليل البشره راح يحميها من التجاعيد راح يصفيها والمسامات اللي موجوده تقل جدا والتصبغات الموجوده تقل فنستغل فتره الشتاء لانه الشمس قليله والبشره تكون اقل حساسيه من فتره الصيف اذا يعني. انت تنصحين بالدفرين الكريم يوميا استخدامه بالليل والصبح واحد يستخدم مرطب او واقي شمس مرطب فيتامين سي جدا حلو يعني ينطي نظاره بشكل يومي بشكل يومي او كولاجين يعني فيتامين سي او كولاجين الاثنين واللي يروحون على التقشير بالليزر يريدون فشي طبعا اسرع واقوى هو صحيح سريع الليزر وكل شيء بس مشكلته انه ما يدوم يعني خلينا نقول الليزر الكربوني يعني ماكسيموم اذا البشره نظاره ليزر كربوني نظاره بس ماكسيموم اسبوع يعني حتى التقشير بالليزر او شيء يعني ماكسيموم شهر فراح تضطرون كل يوم شهر ليش؟ الدفرين يسوي نفس النتيجه ويمكن احسن اذا استخدمتوا كروتين يومي لكم وأمنة بفيتامين اي مثل ما قلت اليوم مضاد للشيخوخه فالتجاعيد يعني تطلع بشكل كلش بطيء ايضا استخدامه بكميات قد حبه الحمص يعني مو اكثر نعم هذا هو المقدار التنصحي مقدار اي للوجه باي كريم طيب دكتوره روز سلامات اول شيء الله يسلمك وان شاء الله يجمعنا لقاء ثاني ونصائح اخرى في مجالك شكرا جزيلا اليوم ان شاء الله اليوم فدنا الناس شكرا لك انا جدا سعيده باستضافتك شكرا رقيه عزيزتي